واخر يقول هل ورد حديث او اثر يقول ان المدمن في اكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر؟ يروي على اثر بعض الصحابه انه حذر من الاستمرار على اكل اللحوم، قال ان لها ضراوه من ضرات الخمر، يعني من اعتادها ما يخليها، اللي يعتاد اللحوم يبتلى بالحرص عليها ولو تبين، حين بقي انه يكون تاره وتاره، تاره ياكل لحم، تاره لا ياكل لحم، حتى لا يكون لها ضراوه، يعني حتى لا يعتادها فيشق على نفسه. وإن اللحوم هو محرم وحرمه اللحوم بعد، لكن المقصود أن اللي يعتادها بعض السلف يكره اعتياده، ينبغي أن يكون تارة وتارة حتى لا يعتادها فيشق عليه.